لعبنا مقابلة اليوم ضد فريق يمر بفترة زاهية، فريق يلعب في كرة تحطتنا في العديد من المشاكل. أكادير الفترة الأخرانية عم في مقابلات محترمة، وكنا عارفين الشيء هذا باش نلقاو أن أدفرسير اللي واقف منيح دفاعين وعنده الإمكانيات على مستوى الهجوم السريع واللعب المباشر اللي نجم يخلقنا. اللاعبين بالرغم اللي تتالي المقابلات هذه ثالث مقابله في اسبوع، ثم برشا فاتيك في اخر رمضان قاعدين نلعبوا في العديد من المقابلات خارج ميداننا. شفتوا اللي كانوا لاعبين الرجاء تحدوا صعوبه هذه الكل وكان فما سيرباسمون على مستوى امتلاك الكره، كانت اغلب الاوقات الكره عندنا احنا، خلقنا العديد من الفرص كنا نجموا نتعدوا على المستوى 1-0. بعدين المقابله ولات مسكره من الطرفين الاثنين، في البرولونغاسيون ما جاوش فرص كبيره ابار لي بالاراتي اللي ما عرفناش كيفاش نستغلو، حتى وصلت لضربه الجزاء. ضربه الجزاء فتره ماهيش سهله، فتره نتاع اعصاب، فتره نتاع تنجح في الديوال نتاعك. الحمد لله انس قام بالواجب واللاعبين الاخرين زاد كيف كان فما تركيز كبير ونجحوا في 5-5. الحمد لله نقول برافو لي جوار، خاطر فما سير باسمون كبير، فما برشا تعب تحداو الصعوبات هذه الكل وجابوا انت كاليفيكاسيون لارجمون ميريتي. قلت لك حسن اكادير الفريق يمر بفتره زاهيه، نتائج محترمه وتحسن على مستوى سيرتو التصرف الدفاعي. ان بلوك كومباكت ماهوش سهل اكادير باش تخلق عليه فرص وتنجم تحط دي ديكالاج وتحط اون ديزيكيليبر. شفتوا ضد الجيش، شفتوا المقابلات الفارطه زي كيف كنا احنا مطالبين باش اون فاري نوتخ جو افيك ان اسبري دو شونجمون دو ريتم في لي 30 دانيير متر. ما كانش ضغط متواصل خاصة في الشوط الاولاني، في الشوط الثاني على مستوى الدفاع نتاعهم. جات كرة ولا اثنين اللي كنا نجموا نسجلوهم ما توفقناش، لكن كنت عارف اللي المقابلة باش تمشي بالونديرونس، يلزمنا نصبروا، يلزمنا نجريوا المقابلة كما يلزم. كنت نتمنى اللي توفى في 90 دقيقة لعب، ما فاتش. ثم برولونغاسيون 30 مينوت زاد طويل لازم تعرف تتعامل معاه، ما عملناش الفارق في البرولونغاسيون حتى وصلنا لضربة الجزاء، مش عملنا الفارق في المرحلة هذيك.